دائما ما تسلط الأضواء في الجزائر على الرابطة المحترفة الأولى والثانية فقط، أما الفئات الشبانية هي في خبر كان، سواء عند رؤساء الأندية أو الهيئة الكروية. الفئات الشبانية من المفروض أن تكون الخزان الأول للفرق، وهي التي قد تقضي على الأزمات المالية التي تغرق فيها معظم الأندية في الجزائر. هي خارج الحسابات، وكل الاهتمام منصب على فئة الأكابر لتكون النتيجة كارثية، فمعظم الأندية تغرق في المديونية باستثناء نادي بارادو المثال الوحيد والأخير في التكوين بالجزائر، والنتيجة كانت مداخيل بالملايين، وهو الممول الأول للفرق المحترفة. مثال آخر، وفاق سطيف استطاع العودة هذا الموسم إلى مستواه المحمود بفضل بعض الشباب في صورة بوصوف والقندوسي. وصول خير الدين سوتشي إلى رئاسة الفار بسياسته المعروفة في التكوين والاهتمام بالشبان كانت سلاحه لدخول مبنى دال إبراهيم، لكن إلى حد الساعة لازالت مجرد حبر على ورق تنتظر التجسيد على أرض الواقع، ولعل اجتماع المديرية الفنية برئيس الفار غدا ستخلص بنتائج لتأطير سير البطولات الشبانية التي تتميز بالعشوائية في البرمجة أو في تحديد الفئات العمرية لمختلف الأصناف، خاصة وأن المكونين والقائمين على الفئات الشبانية ينتظرون تنصيب الرابطة الكروية الخاصة بالفئات الصغرى. فهل ستضع الفاف خارطة طريق فعلية للاهتمام بهذه الفئة الأساسية التي تعد النواة الأولى لتطوير المنظومة الكروية الجزائرية، أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟